اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم خلال الاهلي ليله. وفي بدايه هذا الحوار نرحب بضيفنا الناقد الرياضي البارز ورئيس القسم الرياضي في صحيفه الاهرام الاستاذ محمود صبري. مساء الخير يا استاذ محمود ومبروك. متخيلك وحضرتك بتشوف الماتش كده الاعصاب كان شكلها ايه؟ يعني الحمد لله ان النادي الاهلي يعني وفى، لكن في البدايه عاوز اقول انه هطمن جمهور الاهلي على كابتن عماد متعب، يعني ان شاء الله باذن الله تعالى يعني يمكن ساعات يبقى في طريقه للبيت، ويمكن في اتصال تم مع الدكتور علاء الجويني اللي هو المدير التنفيذي للمستشفيات اللي هو موجود فيها وطمنا، وكمان في اهتمام من الدكتور حازم زعزوق وهو اصلا سعودي وبرضه بيتابع حاله الكابتن، وان شاء الله يعني حاجه بسيطه يمكن ارهاق وجهاد و نتيجتها ان شاء الله يعني تعدي بخير والف سلامه عليه. وانا بضم صوتي لصوت حضرتك وبطمن جماهيرنا ان احنا فريق العمل وزملائنا وكل طبعا المهتمين والمحبين لنجمنا الكابتن عماد متعب نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا، وطبعا له مكانته الكبيره عند جمهور النادي الاهلي. اطمئن عليه او على حالته الصحيه العديد من زملائنا من فريق الاعداد وفريق التحرير وزملائنا الصحفيين والنقاد الرياضيين، والكل بيطمن حضراتكم جماهيرنا في كل مكان ان شاء الله تكون وعكه صحيه بسيطه ولا أثر عليه، وإن شاء الله يكون في طريقه زي ما قال ناقدنا الرياضي الكبير أستاذ محمود صبري في طريقه إلى منزله قريبا، وأنه تمر الأزمة إن شاء الله على خير وينعم عليه ربنا سبحانه وتعالى بالشفاء التام. وألف سلام عليك كابتن عماد، تأكيد مكانتك طبعا لا تحتاج إلى حديث منا عند كل جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية والرياضة المصرية بشكل عام. ألف سلام عليك.